الكيكه اللي بغيتي زي المقادير ديالها ساهلين. يلا باقي لنا شويه الوقت. عندنا 4 البيضات، عندنا 120 غرام الطحين، 120 غرام الزبده، 140 غرام السنيده. 120 غرام ديال الطحين و 120 غرام ديال الزبده. اييه. وعندنا عندنا واحد فاني، اما قطره فاني اللي عنده سائل فاني ديالو، اللي ما عندوش يكتفي بالساشي ديال الفاني. عندنا واحد ملعقه كبيره الماء، عندنا سيترو الحليب، وعندنا الفرومبواز دابا راه موجود تبارك الله، كيتباع الباطا ب 10 دراهم ما غاليش. صافي كناخذ بلاتي انا معلقه كبيره ديال الماء وشنو؟ ومعلقه فاني. او لقط اما فاني اما ساشي ديال فاني بحال بحال، اما هذاك السائل. وعندنا لا واحد التيت بواز غير صيوره ديال الفرومبواز. صافي كناخذ هذا الشيء كامل. بلاتي نعاودوا المقادير عفاك. هي عندنا لا 4 البيضات. عندنا 120 غرام طحين. عندنا 120 غرام الزبده. 140 غرام السنيده. واحد فاني او قطره فاني او اللي موجب في الدار. عندنا لا معلقه كبيره الماء. ونسيترو الحليب. نسيترو الحليب هي اللي ما كتبتهاش. راه ما فيهاش لا خماره لا والو هذه. كنتي اللي شفت. انا عندنا ان شاء الله كنضربوا داك الصفار البيض مزيان. غير الصفار؟ غير الصفار كنحفروا حيت البيض مازال غندخلوا حتى هو. كنضربوا البيض صفار البيض مزيان. بوحدو. بوحدو. كنزيدوا عليها داك الزبده تندفيوها. هي كنطحنها. كندفيوها بمعنى كتجي سائله. كتجي سائله ودافيه شويه ما كتكونش كتبرد. صافي كندخلوها مع داك البيض، حنا ما تطريب دائما. صافي كنزيدو هذيك السنيده. كندخلو داك الطحين، داك الفاني، البيض كنطربو حبيبه مع داك المعلقه الماء. اييه. باش يتولي بحال لاموس ما حد نتي. هذاك اصفر البيض ياك؟ مع معلقه الماء. صافي حنا طربنا داك المقادير كلها الا الصفر. الا البيض. الا البيض. كنزيدو لالا داك السيترو الحليب، راه كتجي سائله كتقول لي زعما بحال واش تجمع. عاد كنشدو داك البيض كنطلعو مزيان بحال النيش. كندخلو فيه هكا، كندخلو بواحد المعلقة العود هكا مع داك الشيء حتى كينسجم المقادير مع بعضها. صافي كنشد واحد المول كندهنوه، كنفرش ليه بابي سلفريزي، وكنلحو فيه داك الفرومبواز عشوائي بحال هكا غير صافي كنشدو هذاك الخليط كنخويه في داك في داك المول. كتخويه راه كيجيك جاري كتقول بحال داير بحال العجينة ديال المغرير. ايه. صافي انت كتخويه تما، كتخليه مدة ساعة مقانية في الفران. ملي كيطيب كتخرجيه، كتولي فيه 3 بارتي، كتولي فيه لا طارت ولا كريب والفلون. هكداك كيفاش زعما الراسو؟ الراسو كيف كيتفرد الراسو، راه عندي في لاباج ديالي صور. وحطي هنا عافاك في الصور. ان شاء الله غنحطو لكم. وكديري في ديك الفرومبواز ملي كتقسمي هكا كيبان لك داك الفرومبواز الداخل. ومع ديك كيجي بحال كريم، كتجي زعما هائلة الا جربتيها غتجي واعرة. هادشي واعر. عاودي الطريقة عافاك. وكتغطريها شوية بسكوار كلاصي وكتزينها بالفرومبواز. من الفوق. عندنا لالا الطريقة تناخذوا 4 صفار البيض. كنطربوه مزيان مع ديك المعلقة الماء حتى كيطرب لينا مزيان. كنزيدوا عليها لالا ديك الزبدة الدائبة 120 غرام الزبدة. كنزيدوا عليها لالا ديك 140 غرام السكر. حنا مع التطريب دائما. وكنزيدوا عليها لالا داك الفاني، اما فاني قطره اما فاني قطرات اما ساشي بحال بحال. ما نكلفوش على راسنا، اللي موجوده نديروها. صافي تناخذوا داك الطحين تا هو 120 غرام ديال الطحين كندخلوه مزيان مع هذه المقادير. تنخوي داك السيترو الحليب وحنا كنحركوا دائما مع التطريب. مع التطريب. صافي حنا حركنا داك الشيء، كندوزوا لالا ناخذوا البيض كنطلعوا بحال النيش. كتطلعو كتزيد معاه فتيوتة الملاح شي حاجة؟ لا ما كنزيد معاه والو. حتى حاجة بوحديتو. حتى حاجة كنطلعو مزيان. بالخلاط كيطلع. كنخلطو كندخلو بديك الفورشيط، وحنا كندخلو حنا كندخلو بمعلقة. فديك الخليط الأولاني هو اللي كنكبوه على ديك أبيض البيض ياك وحنا كنحركو. أيه ولكن أيه كلشي أبيض حنا كنخلطو حنا كنخلطو. صافي كنخليو المول ديالنا كنفرشو فيه بابي سلفريزي، وكنرشو فيه داك الفرومبواز كامل. وكنخوي عليه داك بلي كتخوي راه الفرومبواز كلشي كيطلع شي كيبقى لتحت. كيتخلط مع داك مع ديك الكيك. صافي كندخلوها الفران مدة 55 دقيقة حتى لساعة. ملي كنخرجوا واحد الملاحظة نسيت ما قلتهاش لك، خصو يبقى على الأقل 6 سوايع في الثلاجة باش يتفرز. حطوه في الثلاجة كيبرد هو كيتفرزوا لي بارتي ديالو.
اولا نديرو في الصباح ونخليه حتى العشيه، اما نديرو في الليل نخليه حتى الغدا نقدموه. عرفتي كتجي هائله زعما كتجي غزاله بكل تاكيد. كتقولي واش هادو درو تروب حتى تما كيك ماجيك، هذيك لا ماجيك ديالها. علاش هادي علاش هي ماجيك؟ هذاك الشيء اللي كاين. تبارك الله عليك الله عيشة، وخلينا دائما نسمعوا صوتك دائما ومشاركه معنا. نعطيكم واحد لي بونبون ديال الدراري حتى المره اخرى. مره اخرى ان شاء الله باذن الله. لهلا خاطرك شكرا جزيلا لك. ويبارك فيك. ويبارك فيك لاله عائشه مدينه الدار البيضاء.